اهلا بكم في فيديو جديد من قناه فهد عضلات. قبل ما نبدا الفيديو حابب اعرفكم ان انا في عندي قناه تانية للالعاب اسمها قناه تفجير وتدمير، هتلاقوا اللينك في الديسكربشن، اشتركوا وفعل زر الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا الفيديو. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا جدا. طبعا زي ما انتم عارفين انا لسه حالق وكده، قلت بقى فرصه ان انا اجرب لكم دومتي، نوع جديد لاول مره بجيبه، اول مره بجربه على القناه، اللي هو فيتا بلس بالزيتون. في حاجه بس يا جماعه ملحوظه عايز اقولها لكم، معلش قبل ما ناكل السندوتش. في ناس بتقول لي لما تيجي تحلق الحلقه ديت احلق حواجبك بالمره. استغربت، طب ليه يا جماعه؟ بيقول لي عشان بتبقى عامل زي العفريت، لان انت حالق كده حالق شعرك وسايب حواجبك سودا كده، فبتبقى عامل زي العفريت. قالوا لي احلق ده كمان بالمره. مش عارف يبقى منظري عامل ازاي لو حلقتهم. عامه يلا بينا اسمعكم صوت الكيس الاول زي ما انتم متعودين. يعني رأيك نلعب بالكيس شوية، نعمل أصوات كده، سامعين؟ صوت يهدي الأعصاب فعلا. استنوا كده، عايز أنصحكم نصيحة بالحق يا جماعة، لو بتفكر تفتح قناة ألعاب، أنصحك يعني حاول تعيد التفكير في الموضوع ده شوية. يعني افتح قناة كوميديا الاول بجد، والله فيديوهات الكوميديا بتنتشر لوحدها. انا بلاقي كوميكس كتير بتتعمل عليا وتريقة كتير بتتعمل عليا على الفيديوهات اللي على القناة دي، انما التانية مش كتير بالمقارنة. بجد فعلا الكوميديا هي اللي بتنطلق على اليوتيوب اسرع من الجيمنج بكتير. فنصيحة، لو هتفكر تفتح قناة جيمنج فكر شوية او اجلها، افتح الاول قناة كوميديا. اسمع كلام، الا بقى اذا كنت محترف قوي في لعبه واللعبه دي ترند، يعني محترف قوي في فورتنايت او محترف قوي ببجي موبايل، دوس يا عم ما يهمكش. سامعين صوت الكيس اهو، بفتح بقى. راحه نفسيه والله، انا متاكد انتوا بتتبسطوا من الاصوات ديت. بص السندوتش عامل ازاي. الله، طيب نجرب بقى وهقول لكم رأيي. النوع ده جامد ولا لا؟ واحد بيقول لي هو انت لما بتيجي تاكل بتعمل صوت كده ليه؟ هو المايك قريب من بقي، فانا باكل يعني طبيعي ان يبقى في صوت. وبعدين انا ببقى قصد اسمعكم برضو صوت الاكل عشان يبقى فيديو اسمر بالمره. الله، لا جميل، بس هو بيقولوا ان هو بيعمل بالزيتون. فين الزيتون ده؟ ممكن يكون بقى بطعم الزيتون مش ال لا جامد يا جدعان، جامد يا جدعان. انا في ناس بيقولوا احنا عايزينك تقولها تاني الجمله ديت في الفيديو. اقولها في حشو كتير، بس هو ابيض مش باين. بجد بص، عشان لو شدة ما تقدر تاكلها وانت بتفطر تحس ان انت جامدة. لا جامد على فكرة، وأحلى من الاسطنبول بلس كمان، اللي هو اللي ورقته حمراء أحلى منه، اللي بالزيتون واللي بصوا يا جماعة من الآخر، أنا اللي عجبني قوي طبعا اللي بالشوكولاتة ده الطب، اللي بالزيتون والفيتا العادي اللي هو الورق اللي ورقته زرقاء ده جميل جدا، هما الاتنين جمال جدا. وفي كان ايه تاني؟ في نوع ما جربتوش خالص اللي هو المربى ده، ما جربتوش.
في ايه تاني؟ هم خدنا ربطهم شوكولاتة، وفي نوعين جبنة على كده، في نوعين مجرد. لا، والجبنة الكريمي هو كان حلو برضو مش وحش، بس الجبنة اللي فيها عاملة زي الجبنة النستو، حلو جدا برضو مش وحش، بس اللي بالجبنة اللي بالزيتون ده اسطوري، جميل جدا، الطعم اسطوري. المهم يا جماعة كده خلاص بقى، كويس انا لحقت اكله، كانت الصلاحية بتاعته برضه هتنتهي. معرفش انا بتأخر قوي في بجيبهم. طب صدقوا بايه، من كام يوم كنت جعان وكان نفسي اكل السندوتش ده، كنت جعان قوي وما قدرتش اكله، ما قدرتش اكله، خفت ان انا يعني خفت ان انا اكله واتعذب بقى عشان اجيب واحد تاني. خدوا بالكم عشان بس اوضح لكم حاجه، السندوتش اللي بالشوكولاته تحديدا هو اللي بيبقى قليل قوي، انما الحاجات التانية دي بتبقى موجوده بس برضو قليله، بس يعني لحد ما تعرف توصل لها عن اللي بالشوكولاته. الشوكولاته بيبقى صعب شويه، فاهمين قصدي؟ ف يعني قلت برضو بدل ما ايه، بدل ما اتعذب على بال ما اجيب واحد تاني، قلت عشان نضمن الفيديو بس، عشان من بس انا اقول لكم على حاجه يا جماعه، ده سندوتش ب 3 جنيه انا شاريه، اكله وخلاص ولا اكله واكسب منه دولارات عشان اعوض ال 3 جنيه؟ اكيد اعوض ال 3 جنيه. في ناس هتقول لي بقى انت بخيل وكده، اقول لكم ربنا يسامحكم. باي باي. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشير عشان تساعدني ان اطور المحتوى بتاعي، عشان القناة بتاعتي تكبر اسرع واسرع. وعشان تقدر تشوف فيديوهاتي الجاية لازم تعمل اشتراك وتفعل زر الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. وشكرا جدا ليكم، والى لقاء اخر في فيديو جديد.